ستبدأ شركة جوجل في إزالة التطبيقات التي تطلب أذنات للوصول إلى الرسائل النصية القصيرة وسجل المكالمات من متجرها لتطبيقات أندرويد جوجل بلاي خلال الأسابيع القليلة المقبلة بحسب ما أعلنت، ويشمل ذلك إزالة التطبيقات التي لم يرسل مطوروها نموذج تصريح للحصول على أذنات بالرغم من تواصل جوجل معهم عبر البريد الإلكتروني.